مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. وبما ان احنا بنتكلم عن الاصابات وبما ان احنا بنتكلم عن تراحم المباريات وازاي ده ليه تاثير سيء جدا وسلبي جدا على اللاعب نفسه وعلى الفريق بالتالي وعلى النتائج، خلينا ناخد على التليفون عشان نفهم اكتر دكتور عادل توفيق، يعني مدير مركز العلاج الطبيعي بالنادي الاهلي بالجزيره. يعني يا دكتور صباح الفل طبعا في البدايه على حضرتك. صباح الخير استاذ نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدينا. أنا هبدأ بالسؤال اللي يعني أعتقد ده تساؤل كلنا دلوقتي في الشارع المصري بنسأله، وأي حد مهتم بالكرة المصرية وأي حد مهتم طبعا من مشجعي النادي الأهلي، فكرة تلاحم المباريات والإصابات اللي بتنتج نتيجة عن هذا التلاحم، وإزاي ممكن إن احنا إلى حد ما مع هذا التلاحم نتفادى الإصابات المتكررة اللي بقينا نشوفها، يمكن ماتش أو ماتش لأ في كمان لاعبتنا وفي النادي الأهلي. اتفضل يا دكتور. هو في الحقيقه طبعا لما بنتكلم عليها بنلاقيها ظاهره عامه كل بيت مصر دلوقتي، نتيجه تلاحم مباريات كل ثلاث ايام ماتش بدون استشفاء بدون اي برامج تاهيليه لاعاده الاستشفاء من ثاني. بس لو ركزنا اكتر هنلاقي الكلام ده موجود اكتر في لاعبي النادي الاهلي طبعا، لان معظم اللاعبين كانوا بياخدوا فترات راحه ما بين المواسم باستثناء لاعبي النادي الاهلي الوحيدين اللي بقى لهم 4 سنين في لعب مستمر ومنافسات مستمره ما بين بطولات دوري وكاس ومع منتخب مصر في افريقيا وتصفيات كاس العالم. فلاعبي الاهلي الوحيدين اللي تعرضوا لهذا المجهود الرهيب دون عن اي لاعبين تاني من الانديه الاخرى بتاعت الفرق بتاعت المصريه، وده طبعا قدرهم لان هم بيلعبوا في كل البطولات وبنفس كل البطولات. بالظبط بالظبط. فواضح جدا ان طبعا تاثروا طبعا بضغط عصبي جامد جدا بالاضافه للضغوط النفسيه كمان اللي متعلقه بالمنافسه. نقطه مهمه جدا يعني صح. مش بس ان هم بيلعبوا، ما هو ممكن لاعب يلعب ما عندوش ضغط انه ينافس على بطوله. لاعب النادي الاهلي مطالب كل بطوله بينافس عليها عايز ياخدها، او ده المنتظر منه او ده المطلوب منه من جماهيره ومن ناديه. فطبعا الضغوط العصبيه مع الضغوط الجسمانيه وتلاحم المواسم وعدم ما فيش فترات راحه بياخدها اللاعب عشان تستشفى والريكفري بتاعه، ده الامر اللي ادى طبعا تكرار الاصابات بالصوره اللي احنا شايفينها. احنا كل ماتش لينا عندنا لاعب او اثنين بيصابوا. صحيح. فطبعا ده قدر النادي الاهلي، وانما بيؤدى كل شيء. احنا عندنا اعلى مستويات الاستشفاء موجوده في مصر، غرف الاستشفاء التبريد كل شيء. الحقيقه طبعا ما يتعرض ليه الاهلي غير مسبوق، ويمكن في العالم في العالم يعني هنا بقى صراحه في العالم. الراجل جاي اهو لسه جاي بقاله شهر مثلا، فوجئ باوضاع غير موجوده غير مسبوقه في العالم في حضرتك. بالظبط. طيب خلينا نمشي واحده واحده مع حضرتك، معلش يا دكتور استحملني في المداخله دي لان انا هسال في كل حاجه بقى، يعني كل حاجه ممكن كمان اعتقد ان هي ممكن تيجي في ذهن الساده يعني المشاهدين حاليا انا هسال حضرتك فيها عشان نحاول نفهم الصوره بشكل واضح، وكمان الفتره اللي جايه هتحمل لينا ايه. مبدئيا يا دكتور، هو مفروض اصلا اللاعب بين المباراه والمباراه ياخد بريك قد ايه؟ ده اللي هو الطبيعي يعني في علم كره القدم اصلا وفي علم الرياضه الطبيه، المفروض قد ايه؟ على الاقل 5 ايام. 5 ايام. على الاقل 5 ايام دي نقطه. طيب ما بينهم ما بينهم الاستشفاء بتاع ثاني يوم التمرين او الماتش، وما بين التاهيل والتجهيز للماتش اللي بعده. يعني اول حاجه كده غير متوفره، احنا بنلعب تقريبا كل يومين او ثلاثه، يبقى رقم واحد. بنلعب كل 3 ايام بالظبط. احنا هنمشي مع بعض بقى بالورقه والقلم عشان ايه يعني الصوره تبقى واضحه، دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره هنا الاعداد والفتره اللي المفروض اصلا يتم اعداد اللاعب فيها، وزي ما حضرتك اتكلمت هنا الشق النفسي اللي الضغط فيه بيؤثر بشكل كبير، والترابط ما بين الضغط النفسي والضغط بعد كده البدني ورايح جاي، والضغط البدني والضغط النفسي، يعني هم اعتقد حاجه زي ما بيتقال كده مترابطه ببعض بشكل كبير جدا، وحضرتك تشرح لنا دي اكتر. خلينا ناخدها من الاول. كل الدنيا زي ما بتشوفي كده حضرتك، يخلصوا السيزون بتاعهم
لازم يبعد عن كل ما هو اسمه كره قدم. كل ما يتعلق بكره القدم سواء بقى من ناحيه شكلها حتى ككوره، اي اخبار خاصه بيها، بالمنافسات، بالتوقيتات، باي حاجه، بيفصل تماما عن انه كونه لاعب كره قدم وبيمارس حياته كانسان عادي مالوش علاقه بكره القدم. والكلام ده طبعا له جانبين، جانب بدني وده بيتعلق بالراحه السلبيه زي ما بنقول، لان كل العضلات دي بتحتاج حاجه اسمها راحه سلبيه. راحه سلبيه يعني ايه؟ يعني راحه ما فيهاش اي مجهود ولا اي شغل بدني او حتى ذهني يعني. وده بقى الجزء الثاني اللي بتكلم فيه بقى، يعني احنا بنتكلم على الراحه البدنيه او الجسمانيه، والراحه النفسيه انه ينسى اتصاله بكره القدم وما يتعلق بيها من منافسات وشد اعصاب وتوترات والكلام ده. وبالتالي فبيرجع لها باشتياق، بيرجع للكوره مشتاق لها من تاني. احنا عندنا اللاعب ما بيلحقش ينساها، بيبقى زهقان منها بقى زي ما بنقول، مش مشتاق بقى، يعني بيتصل الموسم بالموسم ما بيلحقش يعرف هو احنا هتروح بعيد ايه؟ لسه لاعبين من كام يوم الكاس بتاع السنه اللي فاتت. نهائي الكاس بتاع السنه اللي فاتت. يعني اذا انت ما بتلحقيش تفصلي حتى المواسم بينها وبين بعضها عشان تعرفي. لا ده حاجه احنا بنلعب على الكاس بتاع السنه اللي فاتت وعندنا الكاس بتاع السنه دي حاجه يعني. بالظبط كده، ومش عارف دوري رابطه ايه ودوري ايه. كلام تاني يعني. لا شيء صعب ده، احنا كجماهير والله تعبنا. عايز اقول لحضرتك والله يا دكتور احنا كجماهير تعبنا، يعني ما اللعيبه تعمل ايه؟ وزي ما حضرتك قلت احنا بنخلص بطوله عايزين اللي بعدها، بنخش في ماتش عايزين اللي بعده، عايزين مكسب هنا وعايزين مكسب، يعني برضو ضغط كبير يمكن. ومش متخيلين ده كمان بيأثر سلبا على المنتخب اللي هو داخل على المنتخبات ومعظم لعيبته من النادي الاهلي ومن الانديه الاخرى يعني. فطبعا احنا في مشكله جامده جدا، لازم نقف وقفه مع النفس، لازم اتحاد الكوره يقف وقفه، لازم يعيد تنظيم هذا الكلام من تاني، ومش على رغبات اي حد يقول انا عايز استأنف الكاس ده والغي الكاس ده والغي الدوري ده واستأنف الدوري ده، قصه مش كده خالص، قصه لازم نراعي الجوانب النفسيه والجسمانيه للاعبين، لاعبيننا اجهدوا فعلا. طبعا. النهارده ما اقدرش اظلم لعيبتي اللي هم بقى لهم اربع سنين بيحصدوا في بطولات كويس، ويجي يحصل البدن يقع منهم بظروف خارجه عن ارادتهم وخارجه عن اراده الجهاز الفني والطبي. ده شيء لا يتحمله بشر. صحيح. لا يمكن لو جبنا اي حد باي مقاييس عالميه يقول ان لاعب النادي الاهلي يتحمل هذه الضغوط البدنيه والنفسيه على مدار اربع سنين ويفضل واقف على رجليه، استحاله. صح، انا بتفق مع حضرتك 1000000%. طيب بما ان حضرتك معانا برضو يا دكتور، والوضع او المشهد زي ما احنا دلوقتي حللناه مع حضرتك، ايه الحل؟ يعني الحل اللي احنا زي مش هقول الحل، ايه المسكنات اللي في الفتره دي نقدر ان احنا نلجا ليها علشان نقلل من الاصابات؟ لان احنا كل مباراه اصبح عندنا اصابات، وبنتكلم دلوقتي في اربع اصابات في لعيبه، يعني مش هقول اساسي واحتياطي بس، لعيبه وجودها في الملعب مهم. فنتمنى بقى ان يبقى في حل، او زي ما بقول لحضرتك مسكنات حاليه، نعمل ايه برضو يا دكتور من وجهه نظرك؟ هو طبعا استاذ هند علميا المفروض حاجه اسمها روتيشن تكون موجوده، اللي هو اساس التدوير ما بين اللاعبين. صحيح. لكن حتى الروتيشن ده انت مش قادره تعمليه لكم الاصابات الرهيب اللي عمال يحصل. يعني حتى التدوير المدرب الله يرحمه مش قادر يعمله بصوره كويسه نتيجه حجم الاصابات الكتير والمستمر. احنا في كل ماتش بنفقد لاعب او اثنين، عمال ما بنرجع اللاعب تاني الملعب يكون اللي وراه على طول اتصاب، ويمكن في نفس المركز واكثر. هو طبعا احنا في مأزق مش هنقدر نخلص منه، على الاقل لغايه ما يخلص السيزون ده قدامنا شهر او شهر ونص يعني. تصعيد الناشئين بقى والاعتماد عليهم بصوره شبه اساسيه، ده هيخف الحمل شويه من على اللاعبين. الاستشفاء على قد ما نقدر ولغايه ما الموسم ده يخلص، عشان لازم حضرتك نقف وقفه تنظيميه لاعاده الاسلوب العلمي في التدريب والاستشفاء اللي متعرف عليه دوليا يعني. النقطه دي مهمه، الاسلوب العلمي في التدريب والمعايير العالميه. طب زي ايه برضو لحضرتك تقول لنا نقاط عنها يا دكتور عشان الناس برضو تبقى فاهمه؟ اللي هو التوقيتات ما بين الماتشات،
طبعا الحصص التدريبيه والاحمال، وطبعا كل الكلام ده ما بيقدرش المدرب عندنا يعمله نتيجه ضغوط الوقت اللي عليه. والنهارده عشان اقدر اعمل الكلام ده علميا لازم يبقى في مساحه اشتغل عليها. المساحه للاسف ما بيوفرها لناش الجدول اللي موجود دلوقتي. صح. الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ومعروف جدا، احنا ما بنقولش يا جماعه يعني حاجه صعبه، دي حاجات متعارف عليها دوريا وعارفينها وكل الناس عارفه في الشباب يعني. بس للاسف انت ما عندكيش المساحه دي عشان تشتغل عليها. والله يا دكتور يعني الواحد بيسمع من حضرتك، ومهم كمان الكلام ده يوصل للسادة المشاهدين، عشان فكرة برضو هنا الغضب اللي موجود، اللي هو على فكرة متفاهمينه جدا، بس لازم أنا لما أجي أغضب، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، أبقى بس فاهم الصورة بشكل سليم. ما التقصير لو كان في تقصير في الملعب هو تقصير ليه أسباب عديدة، الأسباب الأساسية فيها إن أنت عندك لعيبة فعلا منهكة، واللي هو هيقول إن ده مش مبرر ده يبقى ظالم جدا للفرقة وظالم جدا للنادي اللي هو بيشجعه. يعني ما هو ما ينفعش تقول ده مش مبرر، لان البني ادم او اللاعب ده بني ادم في الاول وفي الاخر، فدي نقطه مش بسيطه ابدا يعني. بالظبط كده، ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. النهارده انا لازم اقف اشوف اللاعب بتاعي ده، ما هو ده اللاعب اللي بقاله سنتين بيجيب لي في البطولات، بيجيب كاس افريقيا، بيجيب سوبر افريقي، بيجيب برونزيه العالم. يبقى مش طبيعي ابدا ان انا لما الاقيه واقف او مش قادر يعمل الباص المظبوط اللي بيعمله، او انا متعوده من بقالي سنتين ثلاثه، في حاجه غلط حاصله فيه، في حاجه غلط بتسيطر عليه او مأثر عليه، مش قادر ياخد القرار دايما كان بياخده في كل ماتش كده. يبقى النهارده لازم، النهارده كجمهور وكمشجع للنادي الاهلي، لازم اعرف ان ما يتحمله هؤلاء اللاعبين هو فوق طاقه البشر. صح صح، ولازم ليهم عذرهم وليهم رصيدهم عندنا. يعني الولاد دول ليهم رصيد عندنا كبير، فما ينفعش ان احنا نجري ورا يعني ما عايزين نقوله بقى يعني الحاجات الصحه على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتسوق في اتجاه معين. لا، احنا اذكى من هذا، احنا فاهمين جدا، احنا جمهور واعي، عارفين لاعبتنا قد ايه هم مخلصين، قد ايه اللي بيلبس التيشيرت الاحمر ده مقدر قيمته وعارف قيمته قد ايه وعارف قامته قد ايه لما بيلبسه وبيدافع عنه ازاي. كلام محترم جدا. اي حاجه بتحصل ما عدا ذلك هي فعلا هي فوق طاقته وفوق ارادته وغصب عنه، لان هو فعلا بيموت على الكوره مش الحقيقه يعني. صحيح. يعني يا دكتور انا بشكر حضرتك جدا، مداخله في غايه الاهميه، انا بشكر حضرتك وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. نتمنى الموسم ده يخلص، لكن لما نبدا بعد كده موسم جديد يكون في تغيير فعلا، لان الجداول بهذا الشكل يعني في كتابه شهاده نهايه للعيبه كتيره. اعتقد ان لسه قدامها سنوات طويله، بس بالوضع اللي احنا فيه ده هو بيكتب نهاياتهم اسرع. يعني لما لاعب ينهك بهذا الشكل، لا ده شيء صعب جدا يا جماعه، ده شيء صعب جدا. كلام الدكتور مهم، لان انت بتتكلم في دلوقتي زي ما بيتقال ايه، صوره واقعيه على الارض. تاني، احنا مش بنحاول نطلع نقول يا جماعه ما تزعلوش، احنا كمان جزء من الجماهير، احنا اكيد زعلانين، ما هو مين ما كانش عايز ياخد الكاس، مين مش عايز ياخد الدوري والى اخره. بس النقطه دلوقتي ان انت عندك فعلا مشكله على الارض ولا تحل. الموسم الثاني على التوالي مش محلوله، والله اعلم بعد كده الموسم الجاي هتدخله محلول هتبقى محلوله ولا لا. انا مش ذنبي ان انا النادي الاهلي، انا بشارك في كل البطولات، انا مش ذنبي، مش ذنبي ان انا نادي من افضل انديه، يعني النادي رقم واحد في افريقيا، برضو مش ذنبي، مش دي حاجه يعني مش بايدي، مش معنى كده ان انا اقدر عشان اجيب البطولات وابقى نادي كبير ان انا يجي على حساب اللعيبه بتاعتي بعد كده في الجداول الموضوعه، شيء صعب جدا يعني، مش بالمنطق ابدا يعني. طيب ادي الوضع حاليا، ولسه اكيد هنتكلم بشكل يعني مستمر على الملف ده، لان الملف في غايه الاهميه، وان شاء الله بكره يكون يعني او يتم التوفيق لينا باذن الله. لكن تاني عايز اقول لحضراتكم كل اللي احنا بنطلبه، وده حق النادي علينا وحق الفريق علينا، الدعم فقط، الدعم ونقطه. معلش ازعلوا واحزنوا وكل حاجه، ويبقى عندنا تخوفات وامر طبيعي جدا في اي مكان في العالم، في اي جماهير في العالم، في اي نادي في العالم ده بيحصل، بس بلاش نصدر هذه الطاقه، وبلاش نخلي حد يفرح، ما خلاش نخلي حد على الصعيد الثاني يبقى مبسوط من الوضع اللي بيحصل، احنا اذكى بكتير من كده.